عايدة محمود الرواغ، عمري 37 سنة. أنا مخلصة بكالوريوس علوم حاسوب، برمجة حاسوب، ومعي دبلوم تربية رياضيات، ومعي دبلوم إخراج من مركز شؤون المرأة. بديت عمليا بالمجال هذا بال2010 بعد تخرجي ب7 سنين. بس أنا من بداياتي بحب مجال الإعلام والتمثيل والإخراج، متابعة ناهمة للأعمال سواء الدرامية العربية أو الأجنبية. كنت بدقق كتير، بحب إني حتى أقرأ نقد أو أقرأ تحليلات لهذه المسلسلات والأفلام، بتابعهم جيدا. بديت مع مركز شؤون المرأة بال2010، سجلت في دبلوم كان مدته سنة ونص. أخذنا خلاله يعني كل ما يخص مجال الإخراج، تصوير، مونتاج، كتابة سيناريو، كله بالتدريج. وكان النهاية اللي هي الإخراج كانت 90 ساعة، والمخرج كان هو فيلم وثائقي اللي هو فيلمي الأول. هلأ مثل ما حكيت لك، أنا علاقتي بالتمثيل وبالإخراج وبالسينما ومتابعة السينما، يعني أنا كنت بسوريا، عايش بسوريا وفي لبنان، فكنت بحب أحضر سينما، بحب أحضر مسرح لدريد لحام، بحب دائما أتابع شو في أشياء جديدة بحضرها، غير غزة. طبعا غزة شوي مغلق، وخاصة أنا بعد 95 ما في هون لا دور سينما ولا إشي. فهذا الموضوع عندي من زمان، يعني عندي العشق هذا من زمان. يعني الحمد لله إنه أنا زي دائما بقول ادعترت بمركز شؤون المرأة، وقدرت إني أنا أوصل للحلم اللي أنا كنت بحلم فيه، إني أنا أشتغل بهذا المجال بالذات. كان يا ما كان أيام زمان، وبحكايات ستي دايما في شاب فارس وصبية بعمر الورد. واليوم محمد وسارة هنعيش معاهم حكاية مثل حكاية ستي وستك. عريس بشوف العروسة وبتفكوا إن شاء الله على الخير. بعد ما إنهم يشوفوا العروسة والعريس، بروحوا الأم والأب والعيلة، يعني بكبار من العيلة، بروحوا على بيت أبوها وبفصلوا الفيل وبفصلوا إيش بدها العروس، إيش بده أبو العروس. فيلم ساحجة وترويدة فيلم وثائقي مدته 14 دقيقة تقريبا، هو كان فيلمي الأول. الفيلم هذا بيحكي عن عادات وتقاليد العرس الفلسطيني ما قبل 48. علاقتي بهذا الفيلم كانت، يمكن أنا كنت من خلاله بتعرف على فلسطين بشكل يعني تماس أكثر، كنت أكثر قربا من الناس، وخاصة الناس الكبار اللي هم ما فوق 60 سنة، ورواياتهم عن الأعراس كيف كانت تصير وكيف كانت العادات وقديش هي متشابهة بنسبة ومختلفة أحيانا. فبعد الفيلم أنا كنت بقول يا ريت أنا تزوجت بعد الفيلم. أنا كنت مارست هاي الطقوس قديش هي جميلة، على الرغم أنه إحنا من كتر بعدنا عنها مظلمينها. فكان إخراج، أول إخراج، أول عمل إلي، والحمد لله عمل صدى جميل، يعني حبوا الناس، وهو اللي كان أعطاني طاقة إنه كملي بهذا المجال وامشي، يمكن يطلع معك إشي أحسن. تلاقيه بقول سلام على الحضور والرحمة وكل التحية، سلام على الجميع نشام ربعي ونشمية، هو بذكر الخالق طمني والطيب يمدحني بي. عند البنات أنا موات ذبحني ما لي خطية،
يا مرحب يوم طليتي رديتي روحي علي وخذي ورا وخذي قدام ورد الركبة مثلي شاركت بعدة مهرجانات في بغزة هون شاركت مهرجان أفلام المرأة لمدة 3 سنوات وبالسنة يعني المشاركة الثانية اللي كان والثالثة كان فيلمي هو فيلم الافتتاح. شاركت بمهرجانات في مسابقة لحقوق الإنسان شاركت فيها هون ومهرجان الشباب بال 2013 بفيلم مايسترو. مهرجانات دولية شاركت مهرجان بغداد السينمائي مهرجانات مالمو كان على الهامش الأفلام مرشحة وبعدة مهرجانات يعني دولية. هلأ أمنيتي أنا يمكن المخرج دايما بيبحث عن حكاية وعن صورة وأنا حاسة أنه الحكايات والصور بغزة خلصت فأنا إذا عندي حلم هو أنه أنا أطلع من غزة مش أطلع من غزة بمعنى أني أنا هاجر غزة لا أطلع من غزة بمعنى أني أنا أشوف عوالم تانية وأشوف ناس تانية بتفكر بطرق مختلفة يعني بتحلم بأشياء مختلفة ممكن أنا أخذ منهم ممكن هم يأخذوا مني لأنه إحنا بالنهاية خلقنا لحتى يعني نعمل الإشي هذا اللي هو نتعارف وناخذ من بعض. هلا بما انه انا بغزه فغزه مثل ما هو معروف غزه مكان كثير محصور يعني مثل علبه كبريت هو بالضبط مسكر من جهه مصر ومسكر من جهه ايرز. انا حلمي الاكبر اني انا اطلع من ايرز مش من مصر بصراحه حتى لو بدي اطلع على اي مكان من العالم انا دائما بقول انه انا بدي اطلع من ايرز لانه انا هيك مش هيك يعني مش بهذا الاتجاه عالمي. صحيح انا نزلت على مصر كذا مره ولكن حلمي الأكبر هو أن أنا أشوف وطني وفعلا هذا هو الأمنية اللي أنا كل سنة بقول أنه أنا نفسي أشوف الجزء الآخر من الوطن. حلمي كمان أنه كان عندي فيلم وسيناريو مكتوب عن الضفة وطبعا أنا مش قادرة أعمله لأنه هو فيلم روائي ولكن أنا مش قادرة أعمله لأني أنا هون. بالنسبة لمين ممثل بحب كثير جمال سليمان بحب كثير خالد ابو النجا بحب في ناس انا بحبهم بس ماتوا للاسف الله يرحمهم. كمخرجين انا حابه كثير ان انا اشتغل مع المخرج السوري حاتم علي انا بتابع اعماله من وانا صغيره بالمدرسه مسلسلات وافلام الاخيره اللي عملها. طبعا كنت حابه انه اشتغل مع الفنان دريد لحام ولكن هو حاليا الله يعطيه الصحه وطوله العمر. الفنان عادل إمام الأسماء الكبيرة اللي أثرت فينا وإحنا أطفال وتابعناها. الفيلم اللي أثر فيه أكثر فيلم هو لميزرابيل الفيلم الفرنسي المنطوق بالفرنسي ولكن هو فيلم إيطالي من الأفلام اللي كتير شدتني للمخرج توم هوبر وكمان أنا بحب أن أنا أشتغل معه طبعا يا ريت بتسمح لي الفرصة أن أنا أشتغل معه. فيلم زهرة الحنون هو فيلم وثائقي مدته هو الفيلم الأطول زمنياً بالنسبة لي مدته تقريباً 25 دقيقة. الفيلم هذا كمان من الفيلم اللي كتير قريب من عايدة لأنه هو بيحكي عن مخيمات لبنان وأنا مثل ما قلت أنا مواليد لبنان وكنت حابة كتير أن أنا أعمل فيلم بيحكي عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية
والتاريخ القضية الفلسطينية من خلال شخصية إنسانية أو حكاية إنسانية بتطرحها سيدة. السيدة هذه يعني عاشت اللي هو اجتياح لبنان والحرب وأكثر من حرب في لبنان، فكانت بتحكي عن تاريخ القضية الفلسطينية وقديش بيتعذب الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان، ولكن بقالب إنساني جميل ولذيذ وقريب من القلب. وهي الشخصية كتير محببة، يعني أي شخص بيسمعها فبيقعد وبيسمع وبيستمد. كنت حابة يعني أطرح القضية الفلسطينية تصل للناس، لأنه الفيلم كان مترجم ونعرض بكذا محل يعني. فهذا الفيلم كنت حابة أن أوصل من خلاله للناس اللي ما بتعرف قديش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحديدا عندهم معاناة، وخاصة أنه في كتير مثلا من غزة بيقول لك ما هو برا مكيف مثلا، أو مثلا ممكن من الضفة يقول لك ما هو برا البلد، يعني ما بيعاني مثلا زينا، إحنا عنا انتفاضة وعنا احتلال وعنا كذا. ولكن لا، دايما الفلسطيني عنده همومه حتى لو كان في دولة أوروبية، عندهم دايما معاناتهم، عندهم دايما قضاياهم. لأني أنا من لبنان حبيت أحكي عن هاي الجزئية، ونفسي أحكي عن مخيمات سوريا بس شوي إن شاء الله، يعني إن شاء الله كاتب سيناريو وبحضره. يعني سأبت صار انفجار عندنا بمخيم عين الحلوة قريب على بيتنا، والتسريح معي دشرت أولادي وأخذت التسريح وصرت أهرب فيه، إنه هذا بدي أعرف فيه على غزة على فلسطين، بديش إنه صار حريق أيامه، بديش إنه يحترق أو يصير يضيع مني. أخذته وخبيته على الناس اللبنانية بريت المخيم. آخر شيء ما عادش في مجال، قلت خلص لازم أحكي له. رحت لعندين، بياتت عندين، قلت له يا بابا بدي أحكي لك شغل. قال لي شو؟ قلت له أنت عارف إنه أبو حسين بغزة؟ كانش عارف. قال لي عنجد؟ قلت له آه. قلت له عارف إنه أنا معي التسريح وبدي أرجع لعنده؟ قال لي الله أكبر إذا هذا الحكي صحيح. أنا من سابع مستحيل أخليك تروح على غزة، يعني انت بنتنا الكبير وكيف بدك تروح وكيف وكيف وكيف. قال له يابا ما هو ابو حسين كثير منيح وكثير حنون وبشرح، يعني تقول ليش غربه ما غربه، هاي كنت ببيروت وكنت بشتيله ما كنتوش تيجوا عندي، وكنت بالبرج البراج ما تيجوش لعندي، يعني الوضع ما كانش يسمح. كثير تضايق ابوي ويومتها اخذوه على المستشفى. قلت له يابا بتتذكر وانا صغيره اقول لك يا ريت اخذ ابتدائي عشان اروح على ارض الوطن؟ إذا قال لي صح كلامي. قلت له حقق لي حلمي، ترد علي وقل لي روحي. قال لي روحي بس شرط واحد. قلت له شو هو الشرط؟ قال لي أنا كنت ناس الموضوع بس أنت فتحتي لي جروحي على خالتي بعكة، خذي هاي الورقة، أنطاني شقفة ورقة صغيرة. قال لي رضاي عليك إنك تشوفي لي إياها الاسم. المخرج إذا بدنا نحكي بشقين، المخرج بشكل عام أكيد بيعاني، لأنه إحنا حنرجع نحكي بنقطة الحصار، هو محتاج معدات، محتاج حرية أكثر في التنقل لحتى يقدر يكتب حتى سيناريو. يعني حتى السيناريو أنت لما بتكتبه بتبقى حاصر نفسك بأنه أنت بدك تحكي بس عن غزة، صعب أنه أنت تحكي تفتح أفاق قدامك أنه أنا مثلا بدي أعمل لشخصية تبع مثلا مراحلها غزة ضفة مثلا غزة مصر، صعب كتير موضوع التنقل. هاي أهم شغلة. شغلة المعدات كمان كتير مهمة، التعارف والتحاور والتقابل مع ناس شبه مجالك ولكن من أماكن مختلفة، هذه كتير مهمة. الجزئية الأهم اللي هي المخرجة الغزاوية، خلينا أقول بيكون عندها نفس المتاعب اللي بيعاني منها المخرج كرجل، ولكن هي كمان خصوصية المجتمع الغزاوي، بتعاني كمان من ضغوطات مجتمعية وضغوطات أحياناً وهي بالشارع بتشتغل، ضغوطات في إنها بدها تطلع بالليل تتأخر، نظرة الناس إلها أحياناً، يعني في شغلات كتير هي بدها تغامر فيها وتحطها على جنب عشان تقدر تكمل مشوارها.
يا هلا نورتي والله. اشوفك متاخره اليوم. كان عندي اجتماع. الاجتماع تبعك اهم من بيتك واولادك؟ انا مره قلت لك لما بحكي معك ما تسحبيش حالك وتروحي على غرفه ثانيه. معلش مستعجل بدي احضر الاكل للاولاد. حبيبي جيت جاهز الاكل؟ كله جاهز يا عم. هي اخر مره راح اسمح لك فيها تتاخر. والا قسما بالله عمرك ما بتوصل الشغل بعدين. معلش انت بتحكي. بس انا مش مصر وباش باكي بتقصري قولي بطلت تفرق معي لاني انا زهقت وكل اللي بدها تنسمع فهمتي؟ ريموت كنترول فيلم روائي، هو فيلم الروائي الثاني، كان بيحكي عن قضية حضانة الأطفال، بمعنى أنه المرأة بعد الانفصال بكون حضانة الأطفال، حضانة أطفالها هي محددة زمنياً وأحياناً ما بتحصل عليها، ولو سمح لها القانون بأنه هي فعلا تحصل على أطفالها ضمن ما يعني القانون، ولكن في إجراءات تعسفية أحيانا من زوجها أو من أهل زوجها أو كذا. فالفيلم كان بيسلط الضوء على هذه المعاناة. مدة الفيلم كانت 13 دقيقة، وتم عرضه في مهرجان أفلام المرأة، عفوا في كرنفال، يعني كان في مسابقة تم طرح 25 سيناريو في هذه المسابقة، وتم اختيار 5 سيناريوهات للتنفيذ، كان من بينها فيلم ريموت كنترول. هذا شو فينا طلبات توظيف يمكن تلاقي شيء. انت بدك ياني اشتغل وخلص؟ يمكن تلاقي شيء ناسب. يا عم الجرايد كلها كذب، من شان الله ابعد عني. بس الاولاد كبروا مسؤولياتهم زادت، بس انت لو تساعدني بشغل البيت. وش رايك بالمره تجيبي لي مريله واقعد اغسل لك واجلي لك زي نانسي عجرم؟ طب درستهم؟ انت امهم، انت درسيهم، اخذتك متعلمه علشان تدرسيهم، انت امهم افهمي. بس انت ابوهم. ايوه ابوهم، ابوهم يعني الزلمه هال، يعني الزلمه هال قتل بده يكسر راسك. فهمتي؟ اخذتك متعلمه علشان تدرسيهم، انت امهم افهمي. ابوهم يعني الزلمه هال، يعني الزلمه هال قتل بده يكسر راسك. وبكل اللي بدها تنسمع بالله بدها تنسمع. فهمتي؟ المحاكم حبالها طويله. انا بدي اولاد. الاولاد ابوهم بتحمل مسؤوليتهم. انا بقدرش ابعد عنهم. بكره بتنسي. كتك يا ننسى اولادي. تتزوج وبتجيب غيرهم. انت لساتك صغيره، بكره بتتجوزي. ابن عمك بدور على عروس بعد ما مرته توفت وسبت له ولدين، مش حتلاقي فرصه احسن من هيك. انا بديش اتجوز، انا بدي اولادي، فاهمين؟ بدي اولادي، انا وعاد اولادي، انا وعاد بعض، بس اولادي انا ما بس اولادي انا ما بتخلى عنهم. انا عندي يعني في كل سنه بكون عندي فيلم مختلف، ولكن الثلاث سنوات الاخيره يعني هاي السنه والسنه السابقه والسنه اللي قبلها اللي كان فيها الحرب، تم إرسال دعوة إلي من المغرب من مهرجان تطوان السينمائي الدولي، ولكن للأسف أنا بكل سنة بعمل كل الإجراءات المطلوبة مني كمواطنة، يفترض أني يعني كاملة الأهلية أني أنا أخذ الحقوق هذه بالسفر والتنقل، فأنا بعمل فيزا وبحجز تذكرة، ولكن للأسف المعابر مغلقة. مصر زي ما حكيت معبر مسكر. إيرز حاولت برضو أن أنا أطلع عليه، ولكن الإجراءات كتير كتير صعبة، مش بسهولة يعني أنه حتى الحركة عن طريق إيرز كتير سيئة. حالياً أنا السنة هاي بالذات ما كان عندي إنتاجات، لأنه أنا فتحت شركة إنتاج صغيرة هيك على قدي خلينا أقول، وبتعرف الشغل الإداري بياخد الواحد لمحل هيك شوي بيبعده. كان مفروض أني أنا أشارك بمهرجان أفلام المرأة الرابع فيلم، كتبت السيناريو وبدأت أني أنا أشتغل على السيناريو وعديت له، حجزت يعني لوكيشن واتفقت مع ممثلين وكذا، ولكن صار عندي دروب فما قدرت أشارك. يعني مثل ما بيقولوا رب دارة النافعة، أنا ما عملت الفيلم ولكن كنت في لجنة التحكيم في مهرجان المرأة. عندي سيناريو فيلم طويل بشتغل عليه حاليا، بس محتاجة تمويل، محتاجة دعم أكثر. ما بعرف، إحنا هون الشباب بغزة محتاجين دعم من جميع الجهات، دعم مالي ودعم معنوي ودعم بالتدريبات، دعم بكل ما يحتاجه الفنان والمخرج لحتى يقدر يعني يطلع بعمله بصورة يقدر ينافس فيها بالمهرجانات الدولية. بالنسبة لي أنا بتمنى بال2016 أنه يكون في عنا صناعة سينمائية
فلسطينية، بمعنى أنه صناعة فعلا تقدر تنافس مدعومة حكوميا ومن القطاع الخاص. بحكي للشباب أنه حتواجهك صعوبات كتير، الطريق مش مفروش بالورد زي ما بيحكوا، ولا هي طريق سهلة، بالعكس العمل الفني هو من أصعب الأعمال اللي أنت ممكن تمارسها بحياتك، لأنه هو مليان ومحفوف بالمصاعب وبالمخاطر وإلى آخره. فانه ما تعتل هم، بدك تشيل هالحمل زي ما بيقولوا وتضلك ماشي. بالنسبه للمسؤولين واصحاب القرار، هلا في كثير جهات ممكن تهتم بالمخرج، في الاتحاد العام للفنانين التعبيريين، في الحكومه، في وزاره الثقافه، كل هدول المفروض انه جهودهم تتضافر مع بعض بهدف انه يعملوا زي ما حكيت صناعه سينمائيه فلسطينيه حقيقيه تقدر تنافس في المحافل الدولية، وبرضو أنه يدعموا الفنانين والمخرجين ويخليهم، لأنه في ناس كتير عندهم طاقات وفعلا بيبدوا بيشتغلوا، ولكن لأنه ما في دعم بيرجعوا بيوقفوا بمحل. فأدي في دعم حتى لو كان هذا الدعم معنوي، أنه أوكي يستمر وروح واعمل، الشباب هذه راح تكمل شغل. فبتمنى أنه فعلا تكون في جهود كتير صادقة، أهم إشي، وفي نية عند جميع المسؤولين انهم يهتموا به، لانه الثقافة عندنا بغزة موضوع كتير مهمش، كتير مهمش، وغزة كتير مهمشة. يعني انا بطالب المسؤولين في الضفة انهم يهتموا اكثر بوزارة الثقافة، يرصدوا لها في الميزانية جزء اكبر لحتى تدعم، فعلا تقدر تدعم يعني المجالات هذه، لانه انت بدون سينما وبدون مسرح ما لك هوية كشعب. بحب أشكركم وأهلا وسهلا فيكم من الضفة، برحب فيكم بالمخرجة وبالمعد، وبشكر كل الناس اللي بتقولنا دايما جو أهد وخليك مكمل بالمجال هذا على الرغم من كل الصعوبات. بشكر الشباب في غزة والطاقم فلسطين، في كل فلسطين زي ما بيحكوا.